تاتش مختلف هنحكي لكم عليه وعن تفاصيله وليه موجود بشكل استثنائي في حلقه النهارده. وبالتالي هنقدم الحلقه عادي الى ان نفهم وندرك ايه المجسمات اللي موجوده دي. النهارده كنت في ندوه وحيد حامد في دار الاوبرا، احدى اهم فعاليات مهرجان القاهره السينمائي الدولي. والحقيقه وصف او كلمه ندوه مش وصف دقيق للي حصل النهارده. اللي حصل انه كان في جحافل من المحبين والاصدقاء والاحبه، ناس كتير عارفه قيمه وحيد حامد، ناس كتير عارفه مقامه جوه قلبها وجوه عقلها، طلبه من معهد سينما، اصدقاء قدامى، مفكرين، ناس مشاهدين، جمهور عادي كانوا موجودين، فتحوا المسرح الكبير في الاوبن اير في الهواء الطلق عشان توقعوا انه الندوه اللي بيديرها الناقد الكبير طارق الشناوي هيكون عليها اقبال كبير، وقد كان. بس مش معنى الإقبال إن ما كانش فيه تنظيم. الحقيقة من الحاجات اللي الواحد لازم يقولها بشكل واضح جدا إنه التنظيم كان أكثر من رائع. كان زي أي ندوة الواحد ممكن يحضرها يعني في أكبر مهرجان في العالم. ندوة وحيد حامد زينها وجوده وزينها أكتر حالة المحبة الفياضة اللي كانت قادرين نشوفها حتى في الأجواء مش بس في الكلام. وحيد حامد هو الحاصل على جائزة الهرم الذهبي لمجمل أعماله ولتاريخه الطويل في دورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. التجمع اللي كان في دار الأوبرا في المسرح الكبير كان فيه أستاذ وحيد حامد وعدد كبير جدا من محبيه. محبيه اللي يعرفوه بشكل شخصي، أصدقاء وأحبة، إنما كمان كان في مشاهدين وجمهور وطلبة سينما، ناس كتيرة جدا محبتها هي اللي خلتها تيجي الندوة دي. كتاب أستاذ طارق الشناوي لأدار الندوة الفلاح الفصيح، العنوان بيعبر بجدارة عن وحيد حامد، إنه الفصيح إن كان موظفا أو فلاحا أو مغامرا أو بطل أو فقير أو غني أو شاب أو كبير، الفصاحة اللي بتتغزل بلغة السينما، الفصاحة اللي خلت أجيال كتيرة جدا ذهنها يتفتح على أفكار ساعتها كانت سابقة عصرها وما زالت سابقة عصرها. وحيد حامد كل اللي كانوا موجودين كنا قاعدين بنسقف وبنتفرج عليه وهو بيتكلم، وإحنا جوانا طاقة من المحبة والاحترام والامتنان وكل المعاني الجميلة موجهة إلى مركز المسرح اللي قاعد فيه وحيد حامد. تحية ومحبة ودين كلنا حاسين بيه تجاهك يا أستاذ وحيد. أطلقت عليه الفلاح الفصيح، الحقيقة كنت أعني إن هو في جذور مصر، في جذور الإحساس المصري. أنا مفروض محضر كلمة عشان أقولها، فدخلت فلقيت الأضواء والدنيا قدامي، يعني وأنا مش متعود على المسرح، فارتبكت وطلعت الكلمة من قلبي زي ما طلعت. لكن في نفس الوقت أنا عاوز أقول إن في المشوار الطويل بتاعي كان في نجوم كبار جدا ومتألقين. أستاذ وحيد، أنا ليا كل الفخر مش بس إن أنا عشت في زمن وحيد حامد، إن أنا اشتغلت في أفلام وحيد حامد. أنا بعتبر إن دي أهم علامات في تاريخي، يعني أنا بعتبر نفسي محظوظة جدا جدا إني أشتغل وأنا لسه تلميذة في سنة تانية في المعهد في فيلم كبير جدا، فيلم البريء، مع حضرتك والأستاذ عاطف الطيب والأستاذ أحمد زكي. أنا بس عايز أقولك يا أستاذ وحيد، أنت قيمتك كبيرة قوي، لأن أنت مش أثقلت كل الفنانين والمخرجين والناس اللي اشتغلوا مع حضرتك، أنت أثقلت المجتمع المصري وأفدت المجتمع المصري وحببت المجتمع المصري في حياتنا وفي مستقبلنا
وفي أحلامنا. وأرجوك يا أستاذ وحيد، لو أنا حد بيسألني بتتمني إيه في 2021، هقوله إني أشوف عمل سينمائي للأستاذ وحيد حامد، الفنان الكبير اللي هيفيد المجتمع في 2021. أرجوك يا أستاذ وحيد. أنت مش حتة بس من عمري ولا حتة من قلبي، أنت حتة من عمرنا ومن عمر الفن الأصيل، من عمر مصر. أنت حتة من مصر الجميلة. مرة كنت داخل سينما فلقيت واحد واقف جنبي كده، كانت زمان السينما في وسط البلد بس، فواحد واقف جنبي في السينما في وسط البلد، مش فاكر بالظبط كان فيلم ايه، قال لي بص سيبك من كل دول، الممثل اقرا الاسم كده، اقرا اسم وحيد حامد تقوم داخل الفيلم. عارف اللي يقولك ملوش كبير مش تيجي كبير، هو عمدتها، هو اللي عنده الحلول اللي جوه الشغلانه اللي بجد. يعني انا مدين لك كتير قوي قوي من اول ما انا جمهورك لغايه ما مرقت بقيت اللي بقيته ده دلوقتي. ربنا يخليك لينا يا رب. متشكر يا تامر. شكرا. انا واحده من عشرات الملايين اللي عرفوا استاذ وحيد من وهم صغيرين وهم بيتفرجوا على اعماله. انا واحده من الناس وانا بشوف الفيلم اللي فيه الجمل المسكوكه المكتوبه على الشاشه بس مسكوكه جوانا، عمال اسال ازاي الجمل الساحره دي دخلت في تلفيف وجداننا وفكرنا. الحمد لله انا ما كانش عندي حسابات وعملتش حساب لحد، لم أنا كل قرش دخل بيتي أو دخل جيبي من ألمي، ولم أتكسب أي شيء على الإطلاق إلا بجهد حقيقي، فما كنتش مستني حاجة من حد، لا عطية ولا منصب ولا جاه، وإنما أنا بعت نفسي أصلا لخدمة الناس وعشت وسطهم وبقيت أخد المشكلة من جواهم وأعيد طرحها على الناس. كلكم يعني بالنسبة لي أهل، ومفيش تقريبا حد فيكم إلا ما تعاملت معاه وحبيته وعشرة وصداقة ومودة، والأهم من ده كله اتفاق في الفكر، اتفاق في الرؤية. يمكن كلكم اتفقتم معايا ويمكن عدد قليل اختلف معايا، لكن أقسم بالله إن أنا ما تبنيت قضية إلا وأنا مقتنع بيها، سواء كنت صح أو كنت غلط. دي بقى كلمة لازم أقولها. بس مفيش كاتب في الأربعين سنة اللي فاتت عبر عن الشخصية المصرية بأحلامها وطموحاتها ومعاناتها زي الأستاذ وحيد حامد. أنا ست محظوظة جداً، أنا اشتغلت معاه سينما وتلفزيون، لأنه شاهد على عصره وفي نفس الوقت متعمق في شخصيات، متعمق في مشاعر إنسانية. مسيرة عطاء 50 سنة، 40 فيلم كلهم يعني أفلام ناجحة وعلامات في السينما المصرية، غير المسلسلات والمسلسلات الإذاعية. طرح الموضوع بجرأة، و يعني انا ساعات بحس ان في جراح بيفتح مشروع. انا بالنسبه لي هو ابو السيناريو في الأربعين سنه اللي فاتوا، وقدم لنا حاجات كثيره جدا سواء كسيناريست او كمنتج. استاذ وحيد يمكن قدر يفك الشفره دي، شفره الجمهور، شفره النقاد، شفره الجوائز والمهرجانات. انه لولا الثقه اللي ادهاني في نفسي في لحظه معينه بتخرج، جايز ما كنتش هبقى قاعده دلوقتي بتكلم عنه.